بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سورية. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي وحكيت لكم كمان على حاجات كتير عن رؤى. المسيح قال لي أن أنا أتكلم معاكم، فأنا حكيت لكم بناء على طلب المسيح مني. النهاردة أنا عايزة أكمل على طول. إحنا كنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند الجزء طبعا بعد حلول الروح القدس وبعد اعلان ان انا قبلت الروح القدس وان انا سمع صوت ربنا جوايا. فمن هنا موضوع السماع اللي انا كنت عايزة اقوله، ان احنا عندنا اذن خارجية واذن داخلية اللي هي اذن الروح، مش بس الاذن، الحواس. عشان اقول اما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. فأصبح جوانا حواس 5 مدربين كويس. والنهاردة أنا نفسي أتكلم عن سر الغلبة والنصرة على إبليس في المسيح يسوع، ونعرف إيه أسرار الغلبة والنصرة. لما رحت لربنا طبعا بعد موضوع خميس العهد اللي حصل بالظبط، فبدأت أسأله يا رب من فضلك عايزك تكمل، فبيقول لي أنا بجهز لك المفتاح. فبدأت أسأله طب إيه يا رب حكاية المفتاح؟ فلقيته طبعا سابني، عارفين من خميس العهد إحنا في شهر أبريل يمكن لحد آخر السنة، يعني في حوالي شهر ديسمبر، فبتفدت يعني مرت فترة كبيرة أنا بتكلم فيها معي. فبقول له يا رب إيه إيه حكاية المفتاح؟ فقال لي أنا عايزك ترجعي تاني مملكة الشيطان، وإن المفتاح ده بما فيه معناه هيكون مفتاح الهوية والموت، يعني مفتاح الجحيم. طب ايه الفرق بين الجحيم وجهنم؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اسأله. ان الجحيم في العهد القديم كان مكان انتظار كل البشر قبل مجيء المسيح. في العهد الجديد وبعد موت المسيح نزل الجحيم ورد آدم وبنيه الأبرار للفردوس. يعني اصبح لاحقا وحتى اليوم ونهاية العالم الجحيم هو مقر انتظار الأشرار فقط، والأبرار دلوقتي بينتظروا في مكان اسمه الفردوس. بعد الدينونة والحساب الأخير بينتقل الأشرار لجهنم للعذاب الأبدي، والأبرار بينتقلوا للملكوت. يبقى في فرق بين الجحيم وجهنم. صور كتاب الأسفار الجحيم كأنه مكان تحت الأرض وليه أبواب، وهو مكان مظلم مخيف، سكانه يشعرون كأنهم في وجود بليد جامد بتذهب إليه نفوس الجميع. وأنا بحط لك الآيات اللي بتدل على الكلام ده وما بينفعش إن احنا نرجع منه. عايزة أقول لك كمان مثلا إن في وقت جبل التجلي لما جه موسى وإيليا جنب المسيح، طبعا ده بأمر من ربنا بيخرجوا من المكان، هو مكان مكشوف وعريان أمام الله، وده في أيوب 26. بس يتلي ربنا بيقولي ارجعي تاني، أنا عايزك ترجعي لسفر يشوع، وعايزك ترجعي ترجعي كمان تعملي مراجعة كاملة على مملكة إبليس. هو عايزني أفهم أكتر، فاسمحوا لي هعمل مراجعة وأقول لكم أجزاء مهمة جدا. مملكة إبليس مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء السلاطين ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. والسماويات يعني معناها أن ده عالم الروح، عالم روحي. إنها مملكة منظمة لها رأس وهو إبليس، وليها جيوش من ملائكة ساقطة ليهم رتب مختلفة، رؤساء سلاطين وولاه وأجناد. يعني مملكة إبليس دي مملكة مرتبة، ليهم كمان استراتيجية في الصراع معنا. الاستراتيجية مؤسسة على الترغيب والترهيب. الترغيب يعني إن هو يغريني بحاجات أو يشككني كده، ولو ما نفعش معايا كل حاجات الالتواء اللي هو بيدخل بيها معايا يدخل معايا بالترهيب، يعني بالإرهاب، يبدأ يخوفني ويرهبني. ولو ما نفعش كمان بيدخل بالضرب، وبيستعمل طبعا ناس أشرار زيه، أو بيدخل الشيطان نفسه يضرب في الصحاري لما بيكونش حواليهم ناس. يعني عايز أقولك برضو ما تخافش، لأن الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بس دايما هيجعل مع التجربة المنفذ ومش هيديك فوق طاقة. رجعت بسرعة لسفر يشوع إصحاح 11 زي كده ما الروح وجهني.
فلقيت فلما سمع يابين ملك حاسور أرسل إلى يوباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوب كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا لكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحسيين والفريزيين واليابوسيين في الجبل والحيويين تحت حرمون في أرض المصفى. يعني ده بيرتب لي كده كل مملكة إبليس كرؤساء، وبعدين طبعا دي كلها حرب كان جوانا، يعني قبل إسقاط أسوار أريحة كانت حرب داخلية، دلوقتي الحرب هتبقى خارجية. يعني إيه الكلام ده؟ يابين ملك حاسور، بيقول العلامة أوريجانيوس معناها الله يراقب من القصر، يعني إله الشر يعني الشيطان إبليس يراقب من القصر، يعني الحصن هو التنين الحية القديمة اسمه أبيدون وأبيلون أي الملاك المهلك، وجمع كل الملوك اللي تبعه. مين هم؟ يوباب ملك مادون معناها الصراخ والعدو، ملك المرارة والخصومة والانقسام والتمرد، كل كلمة لها معنى مهمة جدا. الملك الثاني شمرون معناه المستمع والخاضع لصوت الله وتعليم إبليس، ده اللي بيسمع صوت إبليس ويقوم ينفس. ملك أكشاف يعني ملك كل ما هو زائل وفاني وعديم الفايدة، زي اللي راح قال للمسيح اسجد قدامي وديك كل المملكة دي. أربعة الملوك اللي في الجبل يعني الملوك القائمين في جبال الكبرياء وبينفخنا بأفكار المجد الباطل. خمسة ملك العربة جنوب كنروت يعني ملك الخيانة والالتواء، اللي بيظهر زي ملائكة نورانيين عشان يخدع أولاد الله. فطبعا ده الايه؟ الخيانة والالتواء. فيه ملوك تاني وناخد بالنا كل اسم مهم. ستة ملك دور غربا يعني ملك الهداية للشر، استعمال آيات الكتاب المقدس وتفسيرها بطريقة منحرفة وخاطئة، وهو روح الضلال وبيستعمل كمان للتشكيك زي ما كان مع حواء. حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة، اللي بيدخل كده يشكك الناس. الكنعانيين ده رقم سبعة ومعناها الهياج، اللي هم بيخلقوا جو من الهياج والشغف في كل ظروف عشان يفقدوك السلام الداخلي وتعيش زي ما تكون عايش في أمواج البحر على طول. عرفنا قبل كده الملوك اللي جوه القلب الداخليين، وده كان في جزء 11 في جزء سبعة أرواح الله. قلنا عرفنا إيه رجعهم، الأموريين معناها المتسلطين ومعناها كمان المر، يعني عمل عدو الخير انه يمرر نفوس الناس وان هو يوقعهم ويحطمهم باليأس والضجر والاكتئاب ويتسلط عليهم. بعد كده كان في الحسيين، ده ملك الشهوة والاستيطان في الجسد. الفريزيين يعني ثمار الخطية، الغضب والحقد والإدانة. اليابوسيين ملك النجاسة والزنا، يعني ده دوس عليهم برجليك. الحيويين كل شعب الشيطان، يعني هو راح كده مجمع كل بقى رؤسائه وكل جنوده وكل ولاته وكل شعبه وواخدهم كلهم، يعني عمل نداء كامل علشان خاطر يروح يحارب يشوع، وده طبعا بعد إسقاط أسوار أريحة وعاي وفوستك حرام يا إسرائيل. يعني بعد الحاجات دي كلها ما بتحصل ويجي الله يحوط علينا بروحه القدوس، يعني تلبسون قوة من الأعالي، هو ما بيقفش يتفلى. يعني بروح عامل بدعوة من يابين ملك حاسور، اجتمع بهلاء الملوك وجيشهم شعب غفير زي الرملة اللي على شاطئ البحر في الكثرة ومركبات كتيرة. الحروب الروحية ولاد بتبقى شديدة وعنيفة ومرة، لكن الله أقوى من كل شر. ملخص الملوك كده، منهم من يتقدم في خصومة وعداوة عشان يمرر حياتنا كيوباب ملك مادون، منهم يستخدم كل وسيلة عشان نضطر نسمع صوت الشيطان زي ملك شمرون، منهم بيحرضنا على الأمور الزائلة والفانية زي ملك أشاف، منهم بينفخنا بأفكار المجد الباطل والكبرياء زي الملوك اللي في الجبل، ومنهم بيخدعنا بسرد منيرة كملك عربة جنوب كنروت، منهم يثير القلاقل حوالينا زي الكنعانيين، يمرر الظروف اللي حوالينا زي الأموريين، يحضر كل مجمع، وبقول هنا كلمة مجمع اهي، فاكرين كرسي الشيطان ومجمع الشيطان، مجمع الأرواح الشريرة، ما أكثر حيل إبليس عشان بيحاول دايما إن هو يحطمنا. بس إحنا لازم نكون صحيين كده وواعيين عشان لما أعرف أنا بحارب مين، أعرف فين عدوي، أعرف أنا مع مين، أقدر أدخل بالسلاح المضاد. عشان كده بيقول لنا بطرس اصحوا بقى واسهروا
عشان إبليس خصمكم كأسد سائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. قاوموه راسخين في الإيمان. وكلمة راسخين يعني ثابتين، يعني امشي في إيمانك بأمانة، امشي مع ربنا بأمانة من غير خوف، لأننا مش لوحدينا، احنا عايشين في المسيح يسوع. راح بقى طبعا العكس، قال للرب يشوع ما تخافهمش، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل. فتعمل حاجتين، تعرقل خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. يعرقب الخيل يعني الخيل هو رمز قوة الشيطان. الله يريد شعبه يعرف إن الله هو قوتهم ولا يسر الرب بالفرس. وعرقبة الخيل دي هتيجي من ربنا وتحرق المركبات. راح قايم يشوع جمع كل رجال الحرب، يعني المتجردين اللي معهم سيف الروح وترس الإيمان وخوذة الخلاص، يعني سلاح الله الكامل، المتدربين لابسين قوة الروح القدس. يعني جمع يشوع معاه رجال الحرب وهجم عليهم عند مياه ميرون، يعني أي المرتفعة. جه يشوع بخت وسقط عليهم. ربنا عايزنا نقوم بالحرب الهجومية، مش ننتظر لما العدو بقى دلوقتي يجي يهجم علينا، لا، انت لبست الروح القدس قوم اهجم عليهم. انهم احرقوا حصور اي الحصن او القصر بالنار، ما لهاش غير الحرق، وده يشير لعمل الروح القدس الناري اللي يحرق كل الاشواق الخانقة عشان تقوم مملكة يسوع عوضا عن مملكة ابليس. ضربهم حتى لم يبقي فيهم نسمة أو شارد. مع الأعداء الخارجيين اللي هم الملوك بقى، احنا لا في مجمع الشيطان ولا في كرسي الشيطان، احنا دلوقتي قدام الملوك، قدام المركبة، بس هنا المركبة الشيطانية، قدام الرؤساء، رؤساء الشيطان. هنا ما بينفعش غير انك تدخل، ما لهاش غير حل واحد، انك تحرق قصر الشيطان بالروح القدس. وهشرح لك حتة تاني مهمة المرة الجاية برضو، يعني في الجزء اللي جاي. العلامة أورجانيوس بيقول خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان ما تخليش ليهم نسمة ولا دي. يعني مثلا ايه؟ احساس الغضب بيبدأ قلبي جواها غضب، فانا اقول لنفسي لا ما تغضبش، يعني عشان ربنا ما يزعلش منك ويبقاش في عقاب. لا، انا مش عايز ان نفسي من جوه يكون فيها اي اضطراب ولا اي، يعني اول ما يجيني الفكره اعمل له طرد فورا، لان جنود يشوع يجب عليهم ان يتصرفوا بحيث لا يتركوا شيئا يضطرب في قلوبهم. لو ترك شيء ما سواء كان عاده او مجرد فكره خاطئه ممكن ينمو تاني مع الزمن وتزداد وتتقوى واخيرا تقودنا الى العوده للقيء، فتصير أواخر الإنسان أشر من أوائله. وده اللي عايز يقول لي توبة لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة، والصخرة هو المسيح. يعني أي فكرة صغيرة لازم بسرعة وهي طفل صغير أخدها وأدفنها. في كذا حاجة خدوا بالكم، هو أخذ كمان لازم نكون ملتزمين ان احنا نستني سيف الروح اللي هو كلمة الله، اخرجه من غمده، يعني ما افضلش بقى مخبي على كلمة ربنا، لا ده انا اعلنها، فاهميني؟ لنضرب بها الشهوات الجسدية الشريرة كمن يعرقب الخيل. يبقى انا بقى اعرقب الخيل بكلمة الله بسيف الله، ومعناها اسعى يسعى ورائنا بخيله، يعني بالاهتمام بالجسد، يعني ابطل موضوع اهتمام الجسد ده تماما. نلاحظ ان يشوع قتل الملوك كلهم اللي في داخلنا واللي في خارجنا، رمز لان المسيح يطهرنا من كل خطايا فلا تعود تملك علينا. استراحت الارض من الحرب، يعني انتهت من الحروب الكبيره، يعني لا يكون لنا راحه، يوجد طريق واحد وهو المسيح، نموت معاه ونقوم معاه، بهذا تنتهي الحرب وتصير انسان صالح سلام تدعى ابن الله. يكون لينا هذا عندما تنتهي الحرب وتنتصر على أعدائك، فتكون ليك راحة في كرمتك اللي هي المسيح يسوع، وتحت التينة اللي هي إنك تلبس الروح القدس، التي هي الروح القدس الذي أي يلبسنا روح الله القدوس بروحه فيغطي عرينا. عندئذ تشكر الله ضابط الكل المسيح يسوع اللي ليه كل مجد وسلطان للأبد أمين.
بتبقى انت بقى هو المركبة الشاروبيمية الحاملة لعرش الإله، وانت تمثل الحياة البشرية المقدسة اللي صارت بالروح القدس الناري عرش لله وهيكل مقدس ليه. وكل اللي احنا شرحناه فاكرين في جزء الملائكة والمركبة، مركبة الله، هو انت. هنعمل مقارنة سريعة بس دلوقتي كده بين المملكتين، مع الفارق الكبير بين ان الله هو الخالق، ابليس ده مجرد مخلوق وقاروب ساقط. لكن انا عايز اعمل المقارنة دي عشان نفهم كلنا لما انا بكون في سلام او بكون في خصام، انا مع مين يا جماعة؟ المسيح هو ملك السلام القائم في صهيون، اي الحصن او القصر، وده مملوء بالهدوء. ابليس ده ملك الشر اللي هو يبين ملك الخصام والانقسام والتمرد، وحصور حصنه مملوء بالصراخ مش بالهدوء. المسيح هو راعي الخراف اللي بتسمع صوته وتتبع تعليمه ووصاياه. ابليس معاه شمرون وهو المستمع الخاضع لتعليمه. المسيح هو ملك الأبدية، ملك المجد الحقيقي، وإبليس بيعيشني في كل ما هو زائف وباطل مع أكشف. المسيح له قمم جبال روح الاتضاع والوداع، إبليس له جبل، الجبل الشمالي يعني قمم جبال روح الكبرياء المتشامخة. أنزل الأعزاء من على الكرسي ورفع المتضعين، هو ده الله. المسيح له روح الأمانة والاستقامة والبساطة، وإبليس مع ملك العرب الجنوب كاروت له روح الخيانة والالتواء والمكر والخبص. المسيح هو القائد للخير ووصاياه نور ومصباح. إبليس هو ملك الهداية للشر والظلام، وإن هو بياخد استعمل كتاب المقدس ويفسره بطريقة منحرفة وخاطئة عشان يوقع. المسيح هو الصادق الحق، فيه الاطمئنان والامان والسلام. ابليس بقى الكذاب ابو الكذاب، هو بعلزبول اله الذباب، هو بلعال اي عديم الفائده، هو المضل اللي بيه روح الضلاله والنجاسه والعنف والقتال. ابليس شعبه الكنعانيين، الناس اللي عايشه على طول في هياج وشغب مستمر، ما يعرفوش يعيشوا في هدوء، عاملين زي البحر المضطرب بصفه مستمره. ده يا ولاد يسوعنا بجماله، يطلع ايه ابليس ده اللي ندوسه تحت اقدامه. عمل المسيح بيدي النفوس راحة وثمار الروح القدس، محبة وفرح وسلام وطول أناه ولطف وصلاح وإيمان ووداع وتعفف. وعمل إبليس يحطم الناس اللي معاه باليأس والضجر والاكتئاب والعذاب والتمرد، بيتسلط عليهم، أو إن هو يعيشهم في هياج وشغب مستمر زي الأمواج البحر الهيجة المستمرة، أو يعيشهم زي بقى كل الشعوب اللي احنا قلناها. ليه ربنا ما دبرش فداء للشيطان؟ يا ولادة ربنا عادل ورحيم في نفس الوقت، لا فداء ولا خلاص للشيطان، لأنه عمل كل حاجة، الله اداله حريته وهو سقط بكامل إرادته. الشيطان كمان ما طلبش توبة، بالعكس راح تمرد وتكبر على الله. الشيطان بعد سقوطه راح أسقط كمان معه آدم وحواء ونسلهم، وبدأ يعمل مملكة تضاد عمل الله، وعملهم طريق وعلمهم، علم آدم وحواء طريق الشر مضاد لوصايا الله بكل طرق ممكنة. الملاك الساقط أربعة له إمكانيات تفوق إمكانيات الإنسان بمراحل كتير، ده ملوش جسد مادي ولا غرائز مادية تعوقه، بالعكس ده ربنا إداله إن هو يعرف أسرار الكون. طبعا الحاجات دي كلها ما خلاص، يبقى يعني إبليس مدان، هو تحت ديمونة. من يغلب؟ إيه هو بقى يعني سر الغلبة والنصرة؟ يعني كده شفنا مملكة إبليس، دلوقتي عايزة أشوف إيه السر الغلبة والنصرة اللي هو دايما بقول في المسيح يسوع ربنا. لما أنا ببقى جوه المسيح أنا ممكن أهزم اللي جوايا، لكن لما أنا أبقى جوه المسيح أقدر أهزم البرايا بالمسيح. أنا بس أحطهم بقى نقط برضو مرتبة. واحد، إيه سر الغلبة والنصرة؟ واحد، تحمل في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا.
الجسد الميت هو جسد مات عن الخطية، وإن وضع في قلبه استعداد كامل إنه يتحمل أي ألم من أجل المسيح حتى لو وصل الأمر للاستشهاد، وتموت الأنا والاعتماد على الذات، ويظهر المسيح ويعيش ويحيا فينا، فلا ننهزم بل ننتصر على الضيقات. 2. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. وسلاح الله الكامل أنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت بس بسرعة، لكي اثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، لابسين درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق كل درس الإيمان الذي به تقدروا أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح اللي هو كلمة الله. برضو لسه في حاجات تانية، يعني ده الجزء رقم 2 في سر النصرة، ألبس سلاح الله الكامل. رقم 3، أخيرا يا إخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. زي ما قلت لكم السلاح بيغطيك لكن ما بيغطيش ظهرك، فبتيجي الروح القدس تغطي ظهرك. خرافي بتسمع صوتي، ده رقم 4، أنا أعرفها وهي تتبعني، أنا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك أبدا ومحدش هيقدر يخطفها من إيدي. أبي هو اللي ادهاني ومحدش يقدر يخطفها من إيدي الآب. رقم 5 بقى، وبعد هذا تميم كل شيء أن تثبتوا، والثبات أن هي الأمينة، خليك أمين وثابت في الرب. 6، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، ودي رؤية 12-11، لم يعيشوا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. لم تكن حياتهم عندهم ثمينة بل بذلوها من أجله ومن أجل الإنجيل، ماتوا عن أنفسهم وقابلوا بفرح أن يموتوا من أجل شهادة يسوع المسيح. تقدروا تقولوا لي بقى إنه عدو يقدر يهزم ناس بهذه الصورة ومعهم هذه الأسلحة؟ بل هم هزموه وغلبوه بهذا القلب وهذه المشيئة وهذا التوجه في الحياة، بل كانت دمائهم دليل ختموا بها على صدق إيمانهم، فكانت دمائهم بزار الكنيسة وامتداد لملكوت الله. بدمهم رووا الكنيسة، رووا بزار الكنيسة وحصل امتداد للملكوت. في بقى حاجة 7 مهمة جدا، مصليين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين. هذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب، وبقول هنا حسب مشيئته يسمع لنا، حسب مشيئته يسمع لنا. هدف الصلاة المسحوب بالصوم ليس مجرد الثبات والدفاع لكنها للهجوم وفتح أبواب الجحيم روحيا، انتشال الأموات بالذنوب والخطايا اللي هم في قبضة إبليس النهاردة على الأرض ومعانا وعايشين معانا إلى الحياة الأبدية مع الله. طبعا أنا مش بتكلم على الناس اللي ماتوا بالجسد، أنا بتكلم عن الناس اللي عايشين معانا، وعشان كده بيقول اقرعوا يفتح لكم، يعني نقرع على أبواب مراحم الله وإن هو يفتح لنا أبواب الجحيم، ونقدر ناخد الناس دي وننتشلها من الجحيم. زي الآية اللي بتقول إن الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. إن اللي بيرد إنسان للبر بيضيء كالكواكب إلى أبد الدهور. أنا النهاردة برجع بسرعة بقى للي احنا شفناه، لما لقيت نفسي بيديني المفتاح لقيت نفسي واقفة بالضبط قدام الحزن، بس قبلها كان ربنا عمال يقول لي آية مهمة قوي، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. يعني ارجعي تاني، رجعي الكتاب المقدس، وكأنه بيديني الحذاء وبيقول لي صلحي أي حاجة تكون مقطوعة في الحذاء. يعني بيفهمني بيقول لي صلحي كويس قوي، يعني رجعي كويس قوي الكتاب المقدس بالروح القدس، وكأنك كده بتجهزي الحذاء بتاعك اللي انت هتدخلي بيه.
حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. وده بالظبط كده، يعني كل شوية ألاقيه في رؤية بيحط لي الحذاء اتصلح، الحذاء لسه ما تصلحش، لأننا بالحذاء ده هندخل ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. عشان كده بصيت لقيت بقى في الرؤية بعد كده، هو لقيت نفسي واقفة قدام باب الحصن بالظبط، ولقيت ان هو بيديني مفتاح في ايدي، ولقيت نفسي باخد المفتاح ده هو، وكأني واقفة قدام باب الحصن ودخلة بفتح الباب، فروحت فتحة الباب ودخلة. أول ما فتحت الباب ودخلت لقيت المنظر الحقيقة كان عجيب جدا. لقيت الأرض اللي قدامي كلها كأنها يعني أرض صحراوية، والمكان مكان حقيقي مظلم ومكان وحش، يعني فعلا هو ده الهاوية. وطبعا أنا وقفت كده في المنظر، بس بشكر ربنا ما لقيتش جوايا أي حاجة من إن أنا خايفة على الإطلاق. أنا فعلا جوايا الثقة إن أنا لابسة سلاح الروح، وإن أنا موجودة جوه المسيح، يعني جوه الروح القدس، لابسين قوة من الأعلى. خلاص أنا مش خايفة. بس عايزة أقولك بقى، في المنطقة دي أنا بدأت أتكلم، يعني أكلم حد من لقيت الأرض دي صحراوية ومليانة تعابين وعقارب، بدأت أكلمهم حتى ولو بكلمة الروح، يعني بتكلم بسيف الروح، يعني زي بقول كده بالكلمة بتاعت ربنا. هما ما بيسمعوش، انت في مكان ما فيش كلام لا بينك ولا بينهم، حتى لو انت اتكلمت حتى كلمة ربنا هما ما بيسمعوش، انت في المكان الصامت الجامد. طب انا هستعمل سيف الروح ده، يعني كلمة ربنا في ايه هنا؟ الكلمة هنا ان انا اصلي، هي كلمة صلاة. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب. هو أن أنا أكلم الروح القدس، هو أن أنا أكلم ربنا. إن صرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. لأنك لما هتعمل كده وتكلم الله، الروح القدس اللي جواك بترفعك، وبكده أنت دست الحياة والعقارب كل قوة العدو، وبتخرجك بره الحصن من الناحية التانية. يعني الروح القدس اللي جواك هي اللي بتحرق حصون العدو وبتعديك الناحية التانية. يعني انت كإنسان مالكش عمل في الحتة دي غير انك تصلي وتكلم ربنا بس، وما تركز خالص مع الشيطان او مع ابليس وجنوده ورئاساته. الحتة دي الحتة التانية المهمة جدا اللي عايزة اقولك عليها في الحتة دي، هو ان انا لقيت في المكان ده في وسط الهاوية، لقيت ان في حاجة محطوطة قدامي زي المذبح، والمذبح ده رابط عليه، يعني قاعد عليه الحية القديمة، راس الحية القديمة، وان هي يعني الحية دي بتتلون، يعني بتغير شكلها لتنين اللي هي الكبغة، بتغير شكلها للأسد، هي عمالة بتتغير وتتلون، وجواها حقد وغل وقسوة، منظر حقيقي يعني ما يتوصفش أكتر من كده. لكن أهم حاجة برجع أقولها إن أنا بصلي لربنا، وإن أنا أكون ثابت في الله، وإنك الله هو اللي هيعديك فدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ويخرجك الناحية الثانية خارج الحزن. ده يعني كده باختصار قوي للمنظر اللي أنا كنت شايفاه ده. وبعد الحقيقة الرؤية دي ما خلصت، عايزة أقولك إن يعني حصلت شوية تجارب طبعا، لكن بشكر ربنا ما كانش جوايا غير السلام بالرغم من قسوة التجارب اللي ممكن تحصل قدامك في الوقت ده. هو لدرجة مثلا أنا سمع صوت ربنا بيقول إنك ههز العش،
فلقيت ان انا بقول له حتى يا رب لو هزيت العش، احنا جواك، احنا فيك، احنا واثقين فيك انت، احنا هنخرج بيك انت، احنا سلامنا فيك انت، السلام والضمان والامان في ثقتنا فيك. مش مهم ايه اللي هيحصل، حتى لو هزيت العش فده عشان تعلمنا الطيران وعشان تاخدنا يا رب من مجد المجد في اسمك القدوس. اللي الثقة دي الحقيقة كانت بالنسبة لي مهمة قوي. كمان لما بصيت على الشيطان في الوقت ده بقول وكنت بتأمل فيه، بقول أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ يعني عارفة الكلمة بتاعت سفر أشعياء دي، بصيت لقيتها أهذا هو الرجل اللي زلزل الممالك وزلزل الشيطان كده؟ يعني الحقيقة كان يعني برضو المنظر عجيب. انا عايزه اقول لك بعد الرؤيه دي طبعا وبعد شويه تجارب كده، يعني عايزه اقول لك اداني المفتاح ده كان تقريبا في اخر شهر ديسمبر، شايفين من شهر ابريل لحد شهر ديسمبر، يعني لحد اخر ديسمبر كده في اوائل يناير. وبعدين بصيت لقيت التجارب جايه جامده جدا، بس بشكر ربنا طبعا بالثقة في الله. ومن الإنسان ما يبصش على التجربة نفسها هي إيه ولا على قوة الشيطان نهائي، بيبص على الثقة في الله والثقة في روح الله القدوس اللي هو بيعدينا على كل تجربة وعلى كل شيء. وبرضو بالثقة إن الله مش هيعديك على حاجة إلا لما يكون مديك السلاح ومحصنك كويس قوي عشان تعدي التجربة. فيعني الشكر ليك يا رب والحمد ليك لأنك إلهنا الإله العظيم. وطبعا من هنا، وده اللي أنا افتكرته، أن من هنا أنت تقدر أنك تقدر، يعني مش عايزة أقول تاخد ناس من الجحيم، لا أنا عايزها بالمعنى الروحي اللي هو بيقول أنك الله بيديك القوة أنك تفهم الناس، أو أنك بسلاح الله الكامل بكلمة ربنا انك تقدر تسحب ناس من ايد الشيطان، وانك يعني ترجعهم لطريق ربنا السليم والمظبوط، او ان الله في كده بيديك روح المشورة وروح القوة. فبشكر ربنا لنعمته وبركته الكبيرة اللي احنا ما نستحقهاش، بس على الاقل هو بيفتح الذهن وعمال بيفهمني على معالم الطريق، ان بعد ما المسيح بيمضي العهد معايا، وده في بيمضي العهد بدمه وبيدينا ثق الخلاص، يعني بيخلصنا في يوم الجمعة العظيمة اللي هو عيد، اللي هو في وقت الصليب، ان هو بياخدك بعد كده معاك للجحيم عشان تشوف ايه هو الجحيم وايه هي قوة الشيطان، وبيعلمها لنا وبيفهمها لنا طبعا باقي الطريقة اللي فاتت، وبكده بيعلن الله نصرة. المفتاح هو السلطان، الله يعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو بروحه القدوس. يعني ده تقريبا هي كده الملخص بتاع النهاردة. أنا عايزة أقول بعد كده في رؤية تاني، يعني رؤية تاني جميلة قوي، بس بعد الموضوع ده طبعا في رؤية واتنين تاني أنا هحكي لكم عليهم المرة الجاية، لأن إحنا بعد كده بقى هنخرج من الجحيم للقيامة، وهنا في طبعا روائع. بشكرك يا رب، اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، لك الملك لك القوة والمجد والبركة والعزة والكرامة والسلطان من الآن وكل أوان يا رب وإلى دهر الدهور كلها أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.